ترجع فرحانة وإن شاء الله نرجع البطولة، بس أهم حاجة تكون اللعيبة كلها مستعدة. ماتش بكرة ماتش صعب، مش ماتش سهل، وإحنا نحترم فرقة الاتحاد العاصمة، فرقة كويسة وفرقة محترمة، وإن شاء الله يبقى معانا توفيق بكرة إن شاء الله، ونفرح الجمهور إن شاء الله. أنا قلت في الأول طبعا يعني إحنا سعداء إن إحنا موجودين هنا في بلد التانية السعودية، طبعا المملكة السعودية، وزي ما قلت إحنا يعني عندنا جمهور كبير في السعودية، وإحنا أهم حاجة بكرة إحنا مستعدين بشكل كويس. الفترة اللي فاتت فترة الإعداد مرض يعني عملنا فترة بشكل كويس، ناقصنا بس المباراة اللي جاية. إحنا أهم حاجة عندنا بنقولها على طول جملة واحدة بنقولها، أهم مباراة المباراة الجاية، ومباراة بالبطولة مش مباراة في الدوري ولا مباراة في أي حاجة، مباراة بالبطولة. عشان كده اللعيبة كلها مركزة وعارفة قيمة البطولة. النادي الأهلي على طول يعني متعود على طول إن إحنا ناخد البطولة، أي بطولة بنخشها لازم نكون رقم واحد، وده ماتش واحد بس. واللعيبة مستعدة وعارفة الكلام ده كويس وحطها في الحسبان يعني، وإن شاء الله أهم حاجة نرجع الجمهور اللي جاي بكرة فرحان ورافعين الكاس إن شاء الله.